عمل الحقيقة يا جماعة فني لما بيكون وراه فكرة وإنتاج قوي يقدر يتخطى أي حدود ويجبر العالم كله على متابعته. طبعا أنا بتكلم عن واحد من أهم المسلسلات اللي فرض نفسه على الساحة العالمية ولسه بيحتل صدارة الترند على السوشيال ميديا سواء في المتابعة أو التعليقات، وهو المسلسل الكوري الشهير سكويد جيم أو لعبة الحبار، واللي حقق نجاح غير مسبوق ووصل عدد المشاهدات لمقاطع المسلسل على يوتيوب يا جماعة لأكثر من 17 مليار مشاهدة في أقل من 3 شهور، رقم كبير وضخم جدا. أنتم متخيلين يعني إيه 17 مليار في أقل من 3 شهور؟ عاوز أقول لكم إن المسلسل ده تفوق على مسلسل صراع العروش اللي حقق في 10 سنوات حوالي 16 مليار مشاهدة، وبقى المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ عالميا. مش بس كده، تخيلوا إن المسلسل ده كمان قدر إنه يحقق في الفترة البسيطة دي أكتر من مليار دولار أرباح، وده مبلغ برضه كبير جدا بالمقارنة مع تكلفة إنتاج المسلسل واللي بلغت 21 مليون دولار، واللي بدأ عرضه في 17 سبتمبر وتجاوز فعلا عتبة 111 مليون مشاهدة على المنصة علشان يكون المسلسل الأكثر مشاهدة في التاريخ. بالمناسبة كمان عايزة أقول لكم إن مؤلف المسلسل أعلن عن بداية التحضير الموسم الثاني من المسلسل بعد النجاح الكبير اللي حققه الموسم